نروح مشاهدينا الكرام للخبر اللي كنا اتكلمنا عنه، موضوع ان يبقى في قانون بيقول ان اللي بيقوم بالعمره او بالحج ما يروحش مره تانية قبل مرور 5 سنوات. راي ديني بقى في هذا الامر فضيله الشيخ عبد العزيز النجار، مدير عام الدعوه بمجمع البحوث الاسلاميه. مساء الخير يا فندم. الو فضيله الشيخ. الو، اي مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ دعاء. اهلا بحضرتك يا فندم. بنتكلم على موضوع العمره والحج انها ما تبقاش قبل 5 سنين، تعليق حضرتك ايه على هذا الامر ان تم اقرار مثل هذا القانون؟ يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها طيبه وحضرتك طيب يا فندم. ومناسبه الهجره ومناسبه انتصارات اكتوبر. اما بالنسبه لقضيه الحج والعمره فهي من القضايا الشائكة التي كثر فيها الكلام في هذه الأيام. بالنسبة للحج كل 5 سنوات ده أمر كويس جدا، وهو القانون موجود ومحتاج أنه يفعل، لأن المملكة نفسها المفروض أنها ما بتوافقش على الحج إلا كل 5 سنوات، وحتى مطبق داخل المملكة بالنسبة للمقيمين أيضا ما يحجش إلا كل 5 سنوات، فده أمر كويس جدا عشان يترك مجال لكثير من الناس يصلون الى الحج وعندهم اشتياق لاداء الفريضه. ما هو معلش يا فضيله الشيخ، عايزين نقف عند النقطه دي، لان الخبر ده بالذات اول ما شفناه قلنا هو مش في قانون اصلا بيقول كل 5 سنوات، فقيل لا بالزبط. انه ربما ما يكونش في قانون او ربما لا يتم تفعيل هذا القانون. بالظبط، هي محتاجه تفعيل من المملكه، المملكه اللي بتمنح التاشيره. المملكه اللي بتمنح التاشيره فمحتاج تفعيل. انما هنا وزاره السياحه طبيعي ما بتوافقش ان جواز يمر من عندها الا اذا كان كل 5 سنوات. بس في ناس بتروح العمره كل سنه وناس بتروح الحج كل سنه. لا، ما العمره مختلفه. لا، العمره مختلفه. العمره ممكن تروح العمره كل اسبوع كل شهر. العمره ملهاش ضوابط ولا لها كوتا معينه، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيها. العمره ينبغي ان يكون هناك العمل على يعني ترشيد وليس المنع، بحيث ان مثلا كل عام يحق الانسان ان يعتمر مره واحده في العام، حتى يعني يتم توفير جزء من العمله اللي هي تعتبر عمله صعبه زي ما بيسموها اللي بتنفق في هذا الامر، يكفي انه يعتمر مره واحده. لكن لو احنا رشطنا زي البعض ما بيقول ومنعنا عدد كبير، هيكون هناك تأثير سلبي في جانب وإيجابي في جانب. الجانب الإيجابي ان احنا هنوفر جزء من العملة اللي بتنفق. الجانب السلبي ان احنا هنضطر نوفر جزء كبير من العمالة في قطاع السياحة، وكلنا لا يخفى علينا يعني ما أصاب قطاع السياحة الآن منذ ثورة 2011 الى الان. حضرتك واخدها كمان من الناحيه دي، من ناحيه مكاتب السياحه والعاملين في مجال السياحه. بالظبط، ده قطاع كبير. النهارده بيشتغل على السياحه الدينيه بس، انا ما عادش عندي سياحه غير السياحه الدينيه. فالنهارده لو انا قلت هخفض السياحه الدينيه للنص، يبقى معناها ان انا كراجل صاحب شركه سياحه اسرح نص العماله، يبقى احنا بنزود الطين بله كما يقولون. ولكن ينبغي ان يكون الترشيد بشكل لا يؤثر على شركات السياحه ولا يحمل المعتمر اعباء كبيره بحيث ان التكلفه تكون زايده عليه، ولكن نقول ان مساله ترشيد يعني العمل عمره مره السنه دي خلاص ينتظر من السنه التي تليها. طب يعني ترشيد برضه شكله عامل ازاي فضيله الشيخ؟ يعني ترشيد شكله ايه؟ يعني حضرتك بتقول الحج يبقى كل 5 سنوات، لكن بالنسبه للعمره ما ينفعش ان احنا نقول 5 سنوات، او يستحسن ان احنا ما نقولش كده، لكن برضه يبقى في ترشيد اللي هو ازاي بقى؟ لا، اقول لحضرتك ليه. اولا العمره ليس لها عدد، الحج له عدد. يعني السعوديه بتقول انتوا لكم مثلا 70,000 تاشيره حج، تمام؟ ما ينفعش يبقوا 71، فلما اخد ال 70,000 اللي هم منهم 20,000 كل سنه بيحجوا، يبقى انا منعت 20,000 نفسهم يروحوا يحجوا مش عارفين، لان العدد وبنقفل عنده. اما العمره ليس لها عدد، العمره ممكن تاخد 1,000,000 وتاخد 2,000,000، فالعمره مفتوحه، كل من يريد ان يذهب الى العمره بيذهب.
لكن نعم. الحج مش باستطاعته. يعني في ناس اعرفهم من بقالهم 10 سنوات يقدموا للعمره ما يطلعوش في القرعه، يقدموا ما يطلعوش في القرعه، بينما في ناس بتحج كل عام بتتحايل كل سنه ويروح نعم. للحج. فحضرتك عشان كده بتتكلم ان الترشيد يكون في المنطقه اللي فيها تزاحم كبير. الله يرضى تحديدا عليكي. نفس الوضع اللي انا اقصده اللي هي العمره. تمام. نعمل احنا بقى كوتا للعمره زي ما احنا عاملين كوتا للحج. ونقول للراجل اللي عمل عمره انتظر لزميلك اللي ما عملش يعمل هو السنه دي. وانت انتظر للسنه اللي بعدها. ممكن نخليها كل سنتين العمره. يعني نعمل لها نظام بس ما يبقاش زي الحج. لان العدد مفتوح. ممكن نعمل كوتا مثلا احنا في مصر نقول احنا بيطلع عندنا عمره كل سنه 1.5 مليون. نقول لا احنا هيطلع عندنا 1 مليون بس. لكن ما تبقاش برضه 5 سنين، يعني لان الفرصه بتبقى متاحه لانها طول السنه تقريبا. عموما فضلت نعم الفقير، لان في ناس ما معهاش فلوس تحج لكن معاها 5000 جنيه يعمل بهم عمره. انا مش عايز احرمه. لان دي شعيره، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انا مش عايز احرم الفقراء والمساكين. رجال الاعمال هيتصرفوا ويطلعوا كل يوم ولهم طرق ولهم حيه. انما اللي هيتاذى في الموضوع الست الغلبانه الفقيره والسيد الغلبان الفقير. فانا مش قادر يروح حج على الاقل بيبقى يقول ايه، طب اروح عمره باسمي يعني رحت. ويعني بالفعل فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا لحضرتك. وجميل قوي ان فضيلة الشيخ بيتكلم حتى على ناحية شركات السياحة والعاملين في مجال السياحة، ان الامور تتاخد بكل الجوانب مش جانب دون الاخر. نروح بقى